بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي مدام فريال، عمري 59 سنة. تجارب الناس كثيرة بالحياة، وحلو أن نستفيد من تجارب بعضنا البعض. حبيت أني أشارككم أنا تجربتي في إنقاص الوزن مع الدكتور أحمد عطية الدهشان، الله يجزيه الخير. بلشت يعني بوزن يعني ما تفكرني وزن كثير يعني كبير، يعني أكثر وزن وصلت له أنا 86، بس كنت بعاني من مشاكل أهمها بالركبة. ذهبت لأطباء عظام، فكانت نصيحتهم إلي إنه إنقاص الوزن ضروري جداً لآلام الركبة، جنباً إلى جنب طبعاً بالعلاج، ولكن إنقاص الوزن يعني أهم، يعني هو الأساس. بصراحة خضت أنا يعني تجارب إنقاص الوزن، ولكن باجتهادي الشخصي اعتمدت فيها على برامج من وسائل التواصل الاجتماعي، من أصدقاء، ولكن للأسف يمكن من 3 لـ4 مرات، ولكن باءت يعني بالفشل تقريبا بقدر أقول، لأنها ما كنت يعني أنهم ينقص وزني عن أكثر من 4 كيلو بس، وخلص بعد هيك يعني ما بنزل. فكان الصح إني أتوجه لدكتور تغذية. نصيحة مني إلكم، أي حدا بحب يعمل يعني دايت يتوجه لدكتور أخصائي. من حسن الحظ الحمد لله توجهت للدكتور أحمد عطية الدهشان. طبعاً قبل البدء بالبرنامج عمل لي تحاليل كاملة، لأني أنا أصلاً عندي مشاكل كانت بالغدة الدرقية، فكنت لما أعمل حتى أنظمة الرجيم السابقة يعني أحياناً أحصل لي خربطة بالهرمونات. كان مهتم جداً أنه يعمل لي تحاليل كاملة لجسمي قبل البدء بالبرنامج. بدأت معه من 6 شهور تقريباً، وكانت خطتنا يعني خطة الدكتور أحمد إنه أنقص من 10، الهدف يكون من 10 لـ12 كيلو، ولكن بفضل رب العالمين والحمد لله ومساعدة الدكتور أحمد الله يجزيه الخير نقصني وزني 14 كيلو. ما بتتخيل شو الإحساس، جميل جدا إحساس، يعني الإحساس النفسي صراحة جدا كان جميل، عدا عن إني الحمد لله تخلصت من آلام الركبة. صرت بصلي صلاتي يعني من غير الاستعانة بالجلوس على الكرسي. بدي أحكي لكم شوي عن نظام الدكتور أحمد. خطة الدكتور أحمد صراحة يعني كانت رائعة جدا، لأنه كان البرنامج تبعه اللي بيعطيني إياه أسبوعيا، طبعا يتبدل البرنامج كل أسبوع، كان متكامل، يعني متكامل من النواحي الغذائية كلياتها، وما في حرمان، هذا مهم جدا كمان، وكان مفيد، لأن أنا حسيت هاي الاستفادة عكست على جسمي، عكست على بشرتي، عكست على أشياء كثير بصراحة. فالحمد لله رب العالمين، استفدت كثير من هاي التجربة وحبيت أشارككم فيها صراحة، إن شاء الله تستفيدوا منها. الدكتور أحمد كانت كل أسبوع تتغير، طبعاً نظام الغذاء بتغير كل أسبوع، كان يعني كل أسبوع مترتب على الأسبوع اللي قبله، فكنت كل أسبوع تقريباً كان معدل إني أنقص بالوزن من 400 جرام ل 600 جرام، أحياناً أكثر، يعني أكثر مرة نزلتها كان بالأسبوع يعني 1 كيلو، بس كانت مرات قليلة صراحة، لأنه كانت خطته النزول التدريجي. وفعلا لما ينزل الواحد تدريجيا بكون صحيا احسن وما برجع بالوزن. كان يستخدم لي جنب النظام الغذائي الدكتور احمد بعض المكملات الغذائيه من الالياف، من الفيتامينات، حارق للدهون، ولكن بصراحه كانت جدا يعني استخدامها بسيط، لانه كان بيعتمد على حرق الدهون هو على نظام الغذاء اللي بيعطيني اياه كل اسبوع، فكان بحفز جسمي انه جسمي نفسه يحرق الدهون من نفسها. فالحمد لله رب العالمين، استمريت تقريبا خلال 5 شهور انزلت 14 كيلو. طبعا الداعم الاول والاخير كان إلي زوجي الله يجزيه الخير، مع انه ابدا ما له مصلحه، وزنه جدا خفيف، ولكن كان داعم قوي إلي، وبصراحه ضروري انه يكون حدا جنبكم يدعمكم نفسيا، لانه هذا بيساعدكم انه تمشوا في طريقكم الصح. شكرا جزيلا للدكتور احمد عطية الدهشان، لانه كان ما بخل علي ريب لا باي معلومه ولا بخل علي بوقته، كان يعطيني وقت كافي جدا، طويل بال جدا، يعني يتحملني
بأدق الأسئلة، بأدق التفاصيل، يجاوبني عليها. عمره ما استأمن أي يعني سؤال طرحته عليه، عمره ما بخل علي بمعلومة من معلومات الصحية أو الغذائية. بشكره جزيل الشكر عن جد، يعني تعب معي ولكن الحمد لله، يعني التعب ما راح خسارة، أسفرنا بنتيجة جميلة جدا الحمد لله. ونصيحتي لكم كلكم التوجه لدكتور التغذية، لأنه هو فعلا أعلم بالسعرات الحرارية اللي بيحتاجها كل جسم من أجسامنا حسب طبيعته وحسب قدرته على حرق الدهون، هو أكيد أعرف. فأنا تجربتي مع الدكتور أحمد عطية الدهشان فادتني جدا جدا جدا، بتوجه له جزيل الشكر. طبعا تجربتي مع الدكتور ما فادتني بس أنا لحالي صراحة، يعني فادتنا حتى كعائلة، يعني كأبنائي بناتي، مع أنه إحنا بالأساس تقريبا بقدر أقول أنه غذائنا كان شبه صحي، بديش أقول صحي 100%، بس شبه صحي وقريب جدا من الصحي، ولكن معلومات الدكتور أحمد بالعكس يعني فادتنا كتير 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 كعائلة. ويمكن هاي المعلومة يفيدكم فيها زوجي، كلمة صغيرة جدا رح يعني يكون معكم هلا ويحكي لكم عن تجربتنا بالصحة الغذائية اللي استفدناها من الدكتور كعائلة. السلام عليكم، يومكم سعيد جميعا إن شاء الله اللي بيشوفوا هذا الفيديو. أنا زوج مدام فريال، اسمي صبري، بتمنى السعادة والخير للجميع. أمطار وثلوج خلفنا اليوم 14 فبراير 2021، الحمد لله على هذا النعمة، حتى ما أتأخر عليكم زيادة. تجربة زوجتي في إنقاص الوزن ربما كانت تجربة بسيطة، لكن إحنا يعني كعائلة اعتبرناها تجربة عميقة ومدلولاتها كبيرة جدا وتعلمنا منها دروس. غير الوضع الطبيعي الوضع الصحي، الحمد لله استفادت يعني كثير من الأمور الصحية، وأهمها كان اختفاء آلام الركبة اللي كانت بتعاني منها. لكن احنا تعلمنا دروس أكبر، مهما كان بساطة التجربة في حياة الناس، وكنا في حياتنا إلا تجارب كثيرة، لكن ممكن يكون تأثيرها أعمق بكثير. يعني غير إنقاص الوزن تعلمنا كيف نتعامل بشكل صحي مع نمط الغذاء وطبيعته وكمياته، وهذا شيء مهم، يعني ما عاد ينقال على الدايت والاهتمام بنوعية الأكل إنه شيء ترف أو شيء غير ضروري وإنه خاص بعمر معين. أبدا، يعني كل حد فينا في كل مرحلة من حياته ومهما كان عمره لازم يكون ماشي في الطريق الصحيح بالنسبة للتعامل مع أمور الغذاء وطبيعتها وكمياتها، الاهتمام بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية. الصحة يعني هي أثمن شيء في حياة الناس، وطبعا ربنا طلب منا الاهتمام بصحتنا والاهتمام ب يعني كل ما يساعدنا على أداء عباداته، وهذا أكيد بيتطلب منا الاهتمام يعني بكل شيء يتعلق بالأمور الصحية. بدي أشكر الدكتور أحمد عطية الدهشان، كان صبور ومتابع وما بخل علينا بالمعلومات ولا بالوقت، شكرا جزيلا له. درس أخير بعتبره مهم جدا لازم نتكلم فيه، التجارب أحيانا من بعيد بتبين أنها صعبة المنال، لكن الأمور بتكون سهلة جدا إذا توفر عزيمة وإرادة. يعني بالعزيمة والإرادة فعلا كل شيء ممكن يتهيأ لنا أنه صعب يصبح سهل المنال. أنا بعتقد أنه هذا كان درس هام جدا في تجربة مدام فريال.
وشكرا لكم. وكلمة أخيرة، الدايت عمره ما كان ترف ولا عمره كان دلع، بالعكس الدايت يعني حياة صحية بنصح الجميع فيها. وإن شاء الله بتمنى لكم دائما الصحة والعافية ودمتم بخير. مع السلامة. أنا حبيت أشارككم تجربتي وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وبشكركم جزيل الشكر لأنكم سمعتوني. لكل من سمعني وشاف هذا الفيديو بشكر جزيل الشكر، وبتمنى للجميع الصحة والعافية.